السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الدرس غندوزو الدرس 7، قياس محيط ومساحات المضلعات الاعتيادية، طبعا في مقرر الجيد في الرياضية. إذا الأهداف هو يحسب محيط ومساحة بعض المضلعات الاعتيادية مثل المثلث والمربع والمستطيل والمعين متوازي الأضلاع والشبه منحرف. إذا ندوزو التمرين الأول اللي هو اكتشف. قام حداد بتجزيء صفيحة معدنية متصلة الشكل، هي هذه اللي تبان عندنا في الشكل ديالنا. احسب محيط ومساحة الصفيحة. إذا لحساب محيط، إذا هذا الشكل على شكل اش؟ على شكل مستطيل. إذا بغيت نحسب المحيط ديال هاد الصفيحة، إذا نبدأ أصلا لحساب المحيط. إذا حساب المحيط اللي هو السيرفاس كنرمزو ليه بأس أو بيان بلاغ، بأغ غنخدمو حنا بأغ. إذا أ كنرمزو ليه بأ تساوي ليا إل في إل، الطول في العرض. إذا شحال عندي؟ عندي 1.94 مضروبة في 1.04. اذا كما قلنا غادي نرمزو المساحه تنحسبوها بلاغ يا اما سيرفاس او لا، ولكن تنستعملو بزاف ار. اذا ال ايغال ار ايغال ال في ال، طول في العرض، لارجور في لونغور. اذا 1.94 مضروبه في 1.04 اللي هي خرجت ليا 2.0176. هاكاك اشنو متر مربع، نقلو عليها ديما المساحة تحسب بالمربع، متر مربع. مزيان هذه واضحة. ندوزو للشكل الثاني. با نقولو إذا نمرو للتمرين الثاني. إذا تلاحظوا بأن التمرين الثاني عندنا داكليك أنقل الشبه منحرف مرتين وأقصهما وأركب كما يلي. تلاحظوا هذا هو الشبه المنحرف اللي عندي، طبعا غادي نقصو وغادي نصوبو وغادي نقصو وغنديرو جوج المرات. إذا هو هذا، شنو هو السؤال اللي عطاوني هنا؟ ما طبيعة الشكل المركب؟ تلاحظوا بأن عندنا هاد القطعة تساوي هاد القطعة ومتوازية، وهاد القطعة تساوي هاد القطعة وتوازيها ومتساوية. إذا باش عطاني الشكل هذا عطاني متوازي الأضلاع، المساحة ديالو. أوكي، إذا المساحة ديالو، إذا بغيت نحسب المساحة ديال متوازي الأضلاع، إذا لحساب المساحة ديال متوازي الأضلاع، إذا كما قلنا لاغ هي بي في اش، بي في اش، إذا هي القاعدة في الارتفاع. أنا خاصني هنايا القاعدة، القاعدة إذا كما شفنا شحال عطاني في القاعدة هنا؟ عطاني 1.94. اذا تلاحظوا معايا شنو هذه القاعده الكبرى وهذه القاعده الصغرى، فشدينا عطيني هذا الشكل وقلبناه هنا، ولات القاعده هذه الصغرى ولات القاعده هذه الكبرى. اذا هنايا عندي 1.94، ولكن هنا القاعده الصغرى شحال فيها؟ اللي هي هذه، هذه شحال يكون فيها؟ اذا تلاحظوا بان الصفيحه طول هنايا فيها 0.8 مع 5.8، 0.5. إذا غنجمع 0.8 مع 0.5 ونقصها من 1.94، إذا بطلتي تقريبا هي 0.8 زائد 0.5 هي 1.3. إذا غندير العلاقة اللي غندير دابا هنا، إذا نحسب، إذا هي 1.94 ناقص 1. كما قلنا 3 نقص 0 نزيد 0، إذا 4 ناقص هي 4، 9 ناقص 3 هي 6، وعند الفاصلة هي 0، إذا خرجت لي 0.64. إذا المساحة ديال القاعدة الصغرى هو 0.64. مزيان. إذا كما قلنا لحساب مساحة متوازي الأضلاع تنقولو خصنا القاعدة في الارتفاع. هاد الارتفاع ما عندناش، إذا نشوفو هنا الشكل، هاد الارتفاع ها هو، ها
هذا هو الارتفاع. إذن هذا الارتفاع عندنا هذا تيبان لنا أنه عندنا هذا القطعة تساوي هذا القطعة اللي هي 0.5، وعندنا هذا المثلث الرابع راه القياس ديالو هو هذا المثلث هذا اللي هنا، بحيث هذه الزاوية راه هي هذه الزاوية وهذه الزاوية هي هذه الزاوية. إذن هنا هذا الضلع هذا تساوي 0.4، إذن هذا تساوي لنا 0.4. إذن الارتفاع ديال الشكل هو 0.4. مزيان. دابا لقينا القاعدة الكبرى ولقينا الارتفاع. إذن هنا غادي نحسبوا كما قلنا المساحة اللي قلنا، طبعا قلنا حنا أ تساوي لنا قلنا ب في اش اللي هي لا باز فوا لا هوتور. شحال قلنا في لا باز؟ قلنا هي 1.94، غنزيدو عليها 0.64، بدأتينا تقريبا هي نحسبوها. إذا 1.94 زائد 0.64، إذا هي 8، سعود هي 5، وهي هي 2.58. إذا هي 2.58 مضروبة في 0.4. إذا غنديرها في الوسخ ديالنا هي 2.58. إذا هي 1، هي خرجت لنا 1.032. إذا حسبنا المساحة نتاع، وحسب مساحة شبه منحرف. إذا إلى رجعنا للشكل ديالنا، كان عندنا شبه منحرف درنا ليه الدوبل ديالو عطاني متوازي الأضلاع. حسبنا هاد المساحة نتاع هاد المتوازي، أشنو هو المتوازي الأضلاع؟ مكون من شبهي منحرفين جوج، وحنا لقينا المساحة ديالو كاملة اللي هي 1.032 متر مربع. إذا المساحة ديال شبه منحرف هو غنشد أنايا هاد 1.032 نقسمها على 2. إذا شحال غتعطيني؟ إذا غتعطيني 0.516. إذا المساحة ديال الشبه المنحرف، المساحة ديالو كما قلنا شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها قلنا 1.032 متر مربع، ومنحرف قسمناه على جوج اللي هي 0.516 متر مربع. مزيان. دابا نمرو للتمرين رقم ج. إذا نمرو للسؤال ج. إذا أنقل المعين 5 مرة وأقص إحدى النسختين إلى 4 أجزاء. إذا لاحظوا معايا مزيان، دابا هذا أش تيبان لكم نتوما؟ أش تيبان لنا؟ تيبان أنه مستطيل. هكذا مستطيل. وشنو داخل عندي؟ معين. ويجمد هاد المثلث مع هاد المثلث مع هاد المثلث مع هاد المثلث، عندي 4 مثلثات. نشوف المثلث اللي عندي في المعين، عندي مثلث 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 مثلث. شحال عندي مثلث هنا؟ 4. شحال عندي مثلث هنا؟ 4. بحال عندي جوج المعينات، عندي معين هذا نصاوب، وعندي هذا هذا، إذا جمعتهم راه يعطيني معين. إذا الفكرة شنو هي؟ الفكرة هو أن هاد المستطيل تيتكون من جوج المعينات. هذه الفكرة بيوصلوا لنا، وأن هاد المستطيل هذا تتكون من جوج المعينات. إذا ما طبيعة الشكل المركب؟ إذا طبيعة الشكل المركب هو مستطيل، بينها هو أن مستطيل. ما مساحته؟ إذا حنا إلا بغينا نحسبوا مساحة المستطيل، شخصنا تيخصنا الطول في العرض، طول في العرض دي في دي. إذا حنا غادي نشوفوا كما قلنا هنا. إذا عندي كما قلنا مستطيل، إذا مساحة المستطيل هي لونغور فوا لارجور. طبعا هنا عطيني دي، إذا غندير دي في دي، هي 0.6 فوا 0.8، طبعا تخرج لي 0.648 متر مربع. مزيان، فاهمين لحد ندوز دابا للسؤال الاخر. احسب مساحه المعين. دابا هنا فين كاين الفكره؟ احسب مساحه المعين كما قلنا، شحال حسبنا مساحه المستطيل؟ شحال لقينا فيها؟ 0.648. ما ان المستطيل تتكون من جوج المعينات، وحنا حسبنا مساحه المستطيل، اذا اش غنديروا المعين؟ غنقسموها على 2. اذا داكشي هذه الطريقه الفكره اللي غادي يوصلوا لنا. اذا حنا مساحه المعين هي اشنا هي مساحه المعين؟ العلاقه نقولوا هي القطر الكبير في القطر الصغير مقسم على 2، اللي هو هذا القطر الكبير في القطر الصغير مقسم على 2. هذه العلاقه ديال المعين، القطر الكبير
في القطر الصغير مقسم على اثنان، حيت لا جينا شفنا هذا القطر الكبير مع القطر الصغير، شنو هو هذا القطر هذا؟ راه هو هذا، وشنو هو هذا؟ راه هو هذا. اذا ضربنا هذا فهذا بيعطينا مساحه، بيعطينا مساحه تاع المستطيل، والا قسمتها على جوج بيعطينا مساحه ديال المعين. اذا كما تنشوفوا، اذا 0.6 مضروبه في 1.08 مقسمه على اثنان، طبعا حنا حسبنا قبيله شحال تعطيني هذه القيمه، 0.648 مقسمه على اثنان، اذا عطتني 0.324 متر مربع، ما تنساوهاش. عفوا، ندوزو دابا للسؤال د. إذا في السؤال د، انقل جدول في دفتر واكمل خاناته. دابا باش ما نضيعوش الوقت، انا جاوبت ديجا على الجدول، غنشرح لكم دابا. اذا عندنا الشكل 1 2 3 4 5 6، دابا الطبيعه تاع شفنا اصلا في التمرين الاول مثلث، الشكل الثاني مربع، الشكل الثالث متوازي الاضلاع، الشكل الرابع مثلث، الشكل الخامس معين، والشكل السادس شبه منحرف. اشنو هو الفائده من هذا الشيء كامل؟ هو خصنا نعرفوا كيفاش نحسبوا المحيط ونحسبوا المساحه. عافاكم، غنشوفوا الطريقه، غنعطيكم دابا الاجوبه. بالنسبه للمحيط، عندنا المثلث، غنحسبوا المثلث الاول، عندنا 2.09 متر، وهذا المتر مربع. المحيط ديال مربع 2.56، المحيط ديال متوازي الاضلاع 3.06، المحيط ديال مثلث 1.54، والمحيط ديال معين 2.56، والمحيط ديال شبه منحرف 4.11. بالنسبه للمساحه ديال المثلث 0.16، المساحه ديال المربع 0.496، المساحه ديال متوازي الاضلاع 0.512، المساحه ديال المثلث 0.1 متر مربع ديما، المساحه ديال المعين 0.321، والمساحه ديال شبه المنحرف 0.516. طبعا منين حسبنا كيفاش نحسبوا المحيط والمساحه، طبعا عندنا العلاقه هنا الدفتر كتشوفوها اصلا في الدرس عاطينا لنا هنايا. اذا عندي مستطيل المحيط ديالو تندير هو ال زائد ال مضروبه في اثنان، يعني الطول في العرض مقسم مضروب في اثنان. هذا المحيط، يعني المحيط شنو هو؟ نحسبوا هذا المحيط، هذا ما يحيط الشكل، ما يحيط الشكل. اذا هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، بلا ما نقولوا حنا هذا زائد هذا زائد هذا، قلنا غير هذا زائد هذا وضربناهم في جوج. كذلك بالنسبه للمربع تنضربوا في اربعه، حيت عندنا اربعه ديال الاضلاع، 1 2 3 4 كلهم تقيسين تنضربهم في اربعه. متوازي الاضلاع هو بحاله بحال مستطيل، تا هو تنضربوا الطول في الارض مضروب في اثنان. المعين تا هو كذلك عنده اربعه اضلاع متقايسه تنضربوا في اربعه، راه ساهل، خاصهم غير تحفظوا ويبانوا. شبه منحرف هو تشدوا القاعده الكبرى في طول في الميلان في ال زائد القاعده الصغرى في الميلان. اذا هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، باين اذا ما يحيط الشكل. تنشد المسطره نعبر شحال عندي في هذه القطعه، شحال عندي في هذه القطعه، شحال عندي في هذه القطعه، شحال نقدر وندير لهم الجمع، باينين. هنا بالنسبه للمثلث تنشد القاعده في الارتفاع، يعني خاصني ديما واخا يكون الا كان عندي مثلث قائم الزاويه، راه تكون ديجا عندي قائم الزاويه. الا ما كانش عندي اش تندير؟ هو تنخلق انايا واحد العمودي على القاعده وتنزيد عليه هاد ام، يعني هذا زائد هذا زائد هذا. اذا عندنا كما قلنا بي في ال زائد ام. اذا بالنسبه لتعديل المحيط، هو حساب المحيط هو بي زائد ام زائد ال، هو ما يحيط الشكل، بي زائد ام زائد ال. المساحه، المساحه هو هذا في هذا، ال في ال، المربع هو سي في سي، متوازي الاضلاع هو ال في اش، طول في الارتفاع. المعين كذلك حتى هو هو الديامتر في الديامتر، القطر الكبير في القطر الصغير مقسم على اثنان. بالنسبه لشبه المنحرف هو القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى مضروبه في الارتفاع مقسم على اثنان. وبالنسبه للمثلث هو القاعده مضروبه في الارتفاع مقسم على اثنان. هادو خاصهم يتحفظوا باش ما تلقاوش معاناه كبيره بالنسبه للدروس المواليه ان شاء الله. اذا نتلاقاو في درس جديد وحصه قادمه ان شاء الله.